مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من فضلك لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك هنتكلم النهارده عن واحده تعتبر واحده من اهم الفنانات في السبعينات اتميزت في اداء الادوار اللي لعبتها كلها تقريبا شخصيات مختلفه لعبتها على مدار سنين على الرغم يعني من ان الادوار بتاعتها كانت ثانويه الا انها قدرت ان هي تسيب حاجه في قلب الجمهور تجاهها الناس بتحبها وبتسال عليها وبتدعي لها بالصحه لحد النهارده تعالوا نتعرف النهارده على الفنانه ساميه شكري. الفنانه ساميه شكري مولوده في 10 اكتوبر سنه 1945 كانت بتحب التمثيل من صغرها وكانت بتمثل مع اختها الفنانه المشهوره طبعا ناديه يسري بتمثل كده في البيت الادوار المختلفه اللي هي بتشوفها في السينمات ومتعلقه جدا بموضوع التمثيل ده وكان نفسها يعني ان هي تكون فنانه تقضي وقت طويل في طفولتها وهي بتمثل فنانين الزمن الجميل مع اختها. الحقيقه ان الحلم كتب لها لما كبرت شويه وبدات موهبتها كمان تظهر في الكتابه. وأول خطواتها العملية كانت من خلال كتابة العديد من قصص الأفلام ونشر مجموعة من الروايات في حلقات في مجلات لبنانية وحققت من خلالها نجاح كبير والناس أشادوا بالكتابات بتاعتها. مسيرتها الفنية بدأت سنة 1964 من خلال الأدوار الثانوية. شاركت في أفلام كتير منها الخائنة العبيط صغيرة على الحب وده يعتبر يعني أشهر دور لها على الإطلاق ويمكن لأن فيلم صغيرة على الحب من أشهر الأفلام اللي هي شاركت فيها أصلا وكمان غراميات مجنونة وملوك الشر التلميذة والأستاذ حسناء المطار وعدد كبير من الأفلام أتمنى أن أنتم في التعليقات تكتبوا لي عن بعض الأفلام أن أنتم فاكرينها للفنانة سامية شكري برغم أن هي تتمتع بجمال واضح والجمال ده يعني يمكن الناس تختلف عليه ولكن هي مقبولة إذ الكاميرا قبلها يعني شاركت في افلام سينمائيه مصريه ولكن لم تحصل ابدا على البطوله اطلاقا ويمكن تكون ما حصلتش على الشهره اللي حصلت عليها ناهد يسري اختها. طبعا ناهد يسري برضو ليها قصه كبيره هحط لكم الرابط بتاعها تحت في الوصف كانت الافلام بتاعتها ساعات بتمنع من العرض لوصفها بالجريئه يعني. يمكن يكون بقى لسبب ما ان هما اختين ساميه شكري وناهد يسري وطبعا ناهي يسري هو لقب فني يعني يمكن يكون في وقتها لان هما الاثنين خرجوا مع بعض وفرق السن ما بينهم مش كبير فده تسبب يعني ان المنتجين كانوا بيميلوا لان هما ياخدوا ناديه يسري كانت اكثر شهره وكانت محققه فعلا حاجه يعني على الساحه الفنيه فكان الناس بيستعينوا بيها اكتر من ساميه شكري ساميه شكري يمكن الافلام اللي انتم شفتوها هتلاقوها ان هي يعني ما كانتش الادوار بتاعتها ادوار بطوله وكانت اكيد هي وهي بتلعب الادوار دي كانت على امل ان هي تلعب دور بطوله او دور مؤثر بشكل او باخر ولكن ساعات كده بيحصل ان الفنان نادرا يعني يعني عندنا مثلا الفنانه سميره احمد الله يديها الصحه دخلت كانت اول مشهد تلعبه هي والفنانه خيريه خير احمد الله يرحمها الاثنين دخلوا كومبارس في السينما وتدرجت لحد ما اصبحت نجمه عندنا الفنانه هند دخلت برضو السينما ككومبارس وربنا كرمها واصبحت نجمه في الافلام المصريه كل فنان وفنانه بيدخلوا على امل ان هم يلعبوا دور صغير وبعدين يصبحوا في يوم من الايام نجوم واكيد الفنانه ساميه شكري كانت واحده من الفنانات دول ولكن لم يحالفها الحظ لسبب يظل مجهول مع انها جميله وتمتعت بالموهبه يعني للفنانه ساميه شكري طبعا مواقف صعبه جدا في حياتها منها موقف صعب جدا اتعرضت ليه مع اختها الفنانه ناهد يسري كانت في ناهد يسري وقتها يعني مشهوره جدا في وقتها في نص السبعينات كده وكانت وقعت عقد فيلم وبعديها بساعه جالها عقد مسلسل وقعته وفي اليوم ده خطيبها حسين الجباس دعاها على العشاء علشان يعني يحتفلوا بالنجاح اللي هي بتحققه وعدد من الشخصيات المعروفة والمشهورة كانت هتحضر الحفلة دي الساعة 10 بالظبط مر عليها حسين الجباس على ناهد يسري وطلب منها ان هي تيجي في عربيته بدل ما تروح بعربيتها وهو يروح بعربيته جه وقت ميعاد الحفلة ونهد يسري ما جاتش والحقيقة ان هنا سامية قلقت عليها اختها وبدأت تدور عليها وقررت ان هي ترجع للشقة تشوفها فينها مالها ما جاتش ليه وقتها اتقابلت مع الخادمة اللي قالت لها الحقي يا ست سامية ست ناهد عملت حادثة الإصابة كانت كبيرة جدا وتم نقلها لمستشفى الدقي كانت الحادثة في منطقة الدقي يعني نقلوها على مستشفى الدقي ما كانش في دكتور هناك نقلوها القصر العيني ما كانش في دكتور وقتها برضو وبالإضافة إلى أن القصر العيني بتقع في محافظة القاهرة والدقي دي في محافظة الجيزة فقصة كده فراحوا على مستشفى تاني اسمها أم المصريين لسه موجودة لحد النهاردة وهنا حصلت المعجزة لما وصلت سامية شكري للمستشفى وقعدت شوية لقيت أن أختها في غرفة العمليات ومعاها ست دكاترة وقالوا لها أن هي بتعاني من غيبوبة ناتجه عن ارتجاج في المخ وكان في كسر بقى في الرجل وجروح والازاز ناطر على وشها ومتبهدله وبالمناسبه برغم ان في النهايه يعني ناهد يسري فائد وقتها اعتقد الجميع ان ناهد يسري خلاص بتموت وتم استدعاء دكتور اسمه دكتور عادل ابن الفنان حسين حلمي و دخل على الدكاترة شافهم بيقنقشوا حالة الاحتضار لأن النبض كان مفيش نبض تقريبا يعني ومفيش دم نافع أن هو يخلي حالتها أحسن وساعات عمالة تمر ومفيش خلاص أمل إن هي تعيش والحقيقه إن هما كان الدكاتره يعني بيقولوا لو عاشت تبقى عاشت بمعجزه، وفي دكتور كان اسمه طاهر كان بيحط شويه حقن كده في الوريد علشان يرجع النبض والمفروض إن أقصى عدد ممكن ياخده أي مريض هو ثلاث حقن ولكن كان بيديها في اليوم ده حقنه ورا الثانيه لحد ما وصل ل حقنه وسط دهشه الجميع. كلهم قالوا بقى خلاص نهي اليسري إيه؟ ماتت الله يرحمها يعني مفيش امل هنا آه الفنانه ساميه شكري قطعت شعرها ووشها بضوافرها ما الصدمه اللي جات لها من ان وفاتها خلاص فضل لها ثواني وتموت دموع الممرضين والممرضات وكل الناس بداوا يعيطوا فقدوا الامل وخلاص مفيش حاجه يقدروا يعملوها اكتر من كده لكن سبحان الله ان هي فجاه اتسمع صوت الجهاز وقلبها بيرجع ورجعت ناهد يسري بعد غيابها سبع ساعات كاملة عن الحياة ووقتها سامية شكري فقدت الوعي من الفرحة بعودتها سبحان الله كتب لها الحياة يعني ورجعت ناهد يسري ولكن بعد الحادثة دي اعتزلت التمثيل لان يقال كمان ان وشها تأثر بشكل او باخر بحاجات كده في الحادثة ما ينفعش ان هو يرجع بالشكل اللي كان موجود يعني خلاص كده الحلقة دي خلاص خلصت كده الفنانة سامية شكري لسه عايشة عمرها تقريبا النهاردة حوالي 75 سنة ربنا يديها الصحة ويخليها لأهلها والمحبيها في مصر والوطن العربي أما أنا فأنا مبسوط أن أنا كنت معاكم شكرا لكم أشوفكم على خير في حلقة جديدة مع السلامة